وصلنا للعمليه الاخيره اللي هي محاوله ديال السطو على واحد السياره ديال نقل الاموال. اذا هنا كتلاحظوا بان التاريخ اللي غنوقع فيها العمليه تيتي بعد مضي حوالي سنه ونصف على يومين اخرى. علاش سنه ونصف؟ لان الفريق لان الجنود تمكنوا من الاستيلاء على مبلغ مالي مهم. اذا انتظروا حتى استنفذ هذاك المبلغ المالي، اذا اصبحوا في حاله الى اموال. اذا مره اخرى باش تقوموا بعمليه مماثله. اذا دائما قبل اي عمليه تقوموا بعمليه ديال التصويت، المراقبه، تتبع دراسه المكان الى غير ذلك من اجل انجاح العمليه. غير انه في هذه المره على غير المره السابقه كذلك تجول واحد الوكاله بنكيه اللي كانوا هما كينويو باش ينزلوا العمليه تماك، لكن لسوء الحظ ان سياره الاموال ما نزلاش الاموال تماك، ما نزلنا حتى واحد، وتابعت السير ديالها اتجاه واحد الوكاله بنكيه اخرى. من بالوصول الى الوكاله البنكيه الاخرى نزل المرافق ديال السائق توجه الوكاله البنكيه لا يقبلوا مع اي شيء. اذا الجاني اشكر اول شيء تبادر اليه الدين، اولا ان يقوم بالتوجه لسياره الاموال وبيده قنبله دخانيه كان ينوي ان يلقيها داخل السياره لاجبار السائق على مغادره الشاحنه تحت الاموال، وتما يقوم بالاستيلاء عليها. وكان المشتري ديالو في هذه اللحظه هذه يثبت المحفظه ديال السياره ديالو واحد الاله اللي كتقوم تطير الصفائح الحديديه كما كان سبه واللي كانت معروضه بين المحجوزات. غير ان من تجاه الجانب السياره وجد النوافذ مقفله. نواه مقفله، اذا فغير من المخطط ديالو ولقى هذيك القنبله الدخانيه بالقرب من الباب ديال الوكاله البنكيه. اذا داز المخطط الثاني شهر السلاح الناري في وجه السائق لاخافته، لكن السائق الحمد لله كان ثابت العزيمه وما استجبليش التهديد ديالو. اذا المرحله الثالثه استعمل السلاح الناري وقام باطلاق كثيف الرصاص في اتجاه السائق، لكن لحسن الحظ ان السياره كان عندها زجاج كيمنع من اختراقين بالرصاص، وتوجه السائق خدم السياره وهرب بها. فهاد اللحظه هذه اذا بقى امام الجنود الا الهروب مثلنا واحد السياره من نوع داسيا اللي هي كتبع الشركه ديال كراء السيارات اللي تيملكها الجاني. هذه هي الوكاله البنكيه اللي وقع قدام الخبر الصدر. بالنسبه للفيديو راه خدا غير احد الهوات اللي كان في الشارع خدا بعث العمر ديالو. هنا غتلاحظوا معايا واحد الحاجه اللي هي مهمه. شوف هنا واحد الشخص هو كيقوم مع متجر ولابس واحد السروال رياضي في واحد الشريط الاحمر. هذا راه تم الحجز ديالو عند ايقاف هاد الاشخاص هادو، وراه كان معروض لتحت. اذا هذا هو هذا هو السروال اللي تم الحجز ديالو. هنا كما كتلاحظوا انه هذاك اطلاق الكاتب ديال الرصاص اللي خلى هنا مجموعه ديال الاضرفه كيتبين انها تفوق 20 رصاصه اللي تم الاطلاق ديالها على السائق. هنا غيتبين لك الهروب ديال السياره اللي تصورت من عند احد النوبات هنا في مقال السياره داسيا. كتشوف الدخان تما كيلقى امام الوكاله البنكيه. ديك تعاود مخرج مرة. هذه السيارة ديال نقل الأموال، شفتوا شحال
وجود ديالها كيفاش الوقت اللي امامنا في هذه المنشاه في ثلاثه انظار. هنا بالنسبه للسيارات المحجوزه لانه ما يمكنناش نجيبوا السيارات اللي عندهم هنا، هما محجوزين في مدينه طنجه ودينا لهم صور باش نعرضهم عليكم تما. اذا هذه سياره هي نوع فولكس فاجن مصبوغه بالاحمر ودير فيها العلم المغربي، هذه ديال هذه السياره كانت تستعمل في الدفاع ديال الاسلحه، حتى انه عند الايقاف ديالو وتفتيش المنزل ديالو من قبل ما تفتح هذا الدار. اذا هذا السيد هذا وقتها هنا كيبان احترافيه ديالو وتوضع احد هنا سيارة داسيا اللي تم استعمالها في العملية ديال المحاصرة الأخيرة. هذه الأودي أ 5 ديال العملية الأولى هي اللي هي الصفحة الأحمدية اللي رجعت للجنسية. هذه المرسيدس أي أم جي ديال الضحية الثانية. هذه سيارة بولو اللي استعملت في